السلام عليكم اخوي. سلام. ما فهمش تاكسيات ولا شي الحكاية؟ تاكسيات ما مقرف. شبيهم؟ مقرفين ايوه انا ولا انا من قريف لقريف الحكاية هذه الواحد ماش عليه بكري ماشي للسبيطار يقعد مطيش في المحطة والله عيب ماشي السبيطار. اي. لازم كل يوم تخلط خاطر غدوة زاد السبيطارات مقرف. شبيهم؟ مقرفين زاد السبيطارات. اي عاك مقرفين ايش مقرفين غدوة؟ علاش ما تفهموش قرفوا فرد نهار باش نعرفوا بعضنا. باي. ما حتى الكار فاهم ما داش ما تعدش الكار. انا نستنى وكنا في الكار. ما باريش توخر الكار. ليش توخر؟ وين؟ تطلع زادة هي مقرفة. اوخ. يا ودي ريت الكار عمرها ما تقرف وحتى تتأيد وتقول الكار ما هي جاية تطل هي من بعيد تومي كيما هك. سبع ارواح ما سبع ارواح يا ودي. والله وقتاش الواحد ينوب عليه ربي حتى بكريبة. حتى خرد. هاي اسمعني انت الله فيك معلم. ها انت العلوتيد دد عليها علوتيد. اش فاهم علوتيد هالبلاصه هذه؟ جماعه مزمره كلها فيها. الله كما قلت الحق نتاع ربي جماعه هنية ام حتى حتين ما فيهم ما يتنسب. الله غالب. اش نعملوا هنية؟ دوار تعب هادي حال. هانا نستنوا في الكار. اش نعملوا؟ عناش حلا. هانا نستنوا في الكار. نستنوا الناس كل. اما تعرف حاجه راهو اللي مركبش في الكار ما يعرفش الدنيا اش فيها. ما أنا أنت خبرة في الكار. شنو خبرة؟ مستلف. قال له مستي عمري كون معديه في الكار. قال له خبرة. أما توخر ياسر بصراحة. مارس. توخر ياسر. هي بنة الكار فك الروتار متاعها. تمي كلمة ولا بالحق. قريت عارفك في برشا حاجات. بالخص عاد تلقاه الناس كليكة ملمومة في المحطة وناس كل واقفة. يودي تقول عليهم أصل في رمضان يستنوا في شقان الفطر. يودي فيها جو خالي عاد بيظل فك الركاز تهز فيك وتنفض عالم آخرك الكار. جو معناتها تهز فيها وتنفض الجو. جو هذي الكار فيها جو شبيك. راهي الكار فيها برشا حاجات. ياما ناس صاحبت في الكار وياما ناس تعارفت في الكار وياما قصص حب صارت في الكار. تعرف انا المراه متاعي تعرفت عليها في كار 6 و4 بالله. اي ام تلي على النبي عاد تو جابت منها زوج بنيات. اي واحده زينه وواحده عزيزه. سميتهم زينه وعزيزه. اي ماله وش بيك الكار تعمل لك كتاف وتعرفك على عبيد وتعرفك على البوليسيه وتقضي لك حتى شوارك راهو. اما فيها السرقه ياسر الحق. يا وذني يا هذه السرقه في البلاد كليك. السرقه هنا طول تحطني كلها تسرق زايد حكايه فارغه. شوف فهمتش حتى اني معاش علي باخش بيهم التاكسيات علاش مقرفين الثمة؟ علاش مقرفين ما هو على الزيادات وكلها تلوج على الزيادات. على الزيادات؟ ليه؟ ليه على الزيادات؟ هذا كلها تحب تزيد. شكون كلمهم يا ودي خليه يزيدوا لو جي واحد قالهم مش بكم زدتوا خليه يزيدوا على ارواحه كل الناس كلك ها الناس كلك تزيد محزوم كل خزاره كل جزاره كل قهاوي كاعضاء مجلس النواب كل واحد يزيد وحده. هكاك يزيد من راسه. ماله؟ ما ثماش دوله. شنو مراقبين واحد لعبه هي دوله. انا الدوله بتاعك وين الدوله؟ لا تاكسي جماعي دولة. تاكسي جماعي تاكسي جماعي تاكسي جماعي. ايوه خلينا نرجعوا للبهاي. يا معلم يا معلم السلام عليكم. السلام عليكم. هاي تشيعنا. اي تفضل. اي وين قصد ربي انت؟ انا هني كنت حب نوصلك. أي تفضل يا معلم. لا بارك الله فيك. ماهوش معاي انا هنا ماشي للمستوصف. اي نوصلوك تفضل. هاي قديش؟ 2000. شني؟ اش بيك راه بهيم يا حسين؟ اش بيك؟ اش بيك البهيم؟ مش عاجبك هذه مش تاكسي. ما تحبش اقعد استنى الكار. هذيك باش تقعد كيفاش بان فيها؟ يا رسول الله اش بيك بان فيها؟ راه بهيم ولا انا باش تردني بهيم تو؟ لا عندي صالت لا عندي مزوط. سفينيات. يا معلم هذاك بلت القرص ب 17 دينار. باهي والعالفه غلت. ايوه وهم الاولين لا هم ولا قطايحهم ما عاش موجودين وزاد غلو. باهي هكا ايوه وزيد اليوم هاني مستغل الظرف قاعد نخدم على روحي ندبر في راسي. عنده حق. لا تحب تستنى استنى. العالفه غلط. اسال الشيء يعني نعمل اخوياك وان شاء الله تلقى اخوي الله مستعان. هاي اطفل اطلع ربي عينك اخوي. المقصود الله هاي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. انا رجعنا للبهاي. رجعنا للبهاي باش نعمل. اطلع من تيل اطلع من تيل. لا لا اطلع انت من قبل. يا ولد اطلع مش نحكي مع البهي. اطلع برا. هاي يطلع
هاي سراحك. لا لا ما يسالش، هاني وراك برا. هاي اتفضل امشي. سلم لي على البهايم. تعرف يا بهيم هذاك راهو معلم، هاو انا يستنى ما يعرفش على راحة فاش يستنى، واحنا بيدينا مش عارفين ارواحنا وين ماشيين. يا اخي زعما وين ماشيين؟ التاكسيات مقرفة، السبيطارات مقرفة، التلامذة تقرا وما تعرفش على روحها تعدي ولا لا، وكان عدت ما تعرفش حتى على روحها يرجعولها الامتحان ولا لا، وكان رجعولها ما تعرفش على روحها تنجح ولا لا، وكان نجحت في القراية ما تعرفش على روحها تخدم ولا لا، وكان نجحت في المناظرة ما تعرفش على روحها يقبلوها ولا لا. ار 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 حقه سمعت بهيم؟ ها شنو هو عامل روحك ما سمعتش؟ ها كيفاش هي سمعت؟ اي على بنت سدرين، بنت سدرين سمعتها ما وش قالت؟ اه ما سمعتش. ايوه خير خير والله انت اللي مسلكها. هاي ار 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 Yes.